تحياتي لكل زوار واعضاء القناه في كل مكان. في الفيديو اللي هتكلم فيه دلوقتي هوجه رساله مهمه لكل انسان بيحب مصر وعايز يحافظ عليها. هقول كلام مهم جدا، يا ريت بس اللي بيسمعني يسمع للنهايه وبعد كده يعلق براحته. انا عارف ناس كتير هتزعل مني، ولكن انا دايما بحب اتكلم بصراحه، حتى لو الكلام ده هيزعل ناس، ولكن انا يهمني في الاول وفي الاخر بلدي مصر. مش عايز اللي انا شفته في 2011 اشوفه فيها دلوقتي. انا لا طالع اتكلم عن خبر، ولا طالع اتكلم عن قضيه، ولا طالع اتكلم عن موضوع عامل ضجه كبيره على السوشيال ميديا زي ما كنت بطلع في باقي الفيديوهات على القناه، ولكن انا طالع اتكلم بسبب المشاهد اللي انا بشوفها او اللي بتعرضها قنوات المعارضه. قنوات المعارضة على مدار الأسبوع اللي فاتت طلع أو بتنشر فيديوهات يومية وتقول شوفوا الغليان في الشعب المصري أو في الشارع المصري. الناس طالعة وعايزة تسقط النظام. هي يعني مش هتسقط النظام، هي هتسقط مصر أو توقع مصر أو ترجع مصر لورا، زي المشاهد اللي احنا كنا بنشوفها في 2011. ده بالنسبة لقنوات المعارضة. القنوات بتاعتنا سواء القنوات التابعة للدولة أو القنوات الخاصة طالعة بتقول يا جماعة ما فيش مظاهرات، الشوارع فاضية. حتى في تقرير بيبقى طالع مصور بعض القنوات بتعمله بتقول لك الشارع فاضي ما فيش ولا حاجة. طب يا جماعة الناس هتصدق مين؟ هتصدق الفيديوهات اللي بتشوفها على القنوات التانية، ولا هتصدق القنوات بتاعتنا؟ معنا خلينا نبقى صراحة، في مظاهرة حتى لو أعداد بسيطة نطلعها. على فكره لما نطلع المظاهره على تلفزيوننا احنا احسن ما تطلعوا قنوات المعارضه، على الاقل ان هيبقى في شفافيه قدام الناس، والناس هيبقى عندها ثقه حتى في التلفزيون الخاص بيها تقول لا ما هو المشاهد اللي احنا بنشوفها هنا. الفرق بين الاثنين ان انا مش هشوف المبالغه في القنوات المعارضه، خصوصا لو جيت في منطقه والمنطقه دي فيها مظاهره بالفعل، مهما كان العدد اللي فيها كبير صغير، ولكن فيها مظاهره. يجوا اللي في نفس المنطقه يسمعوا القناه المعارضه والقناه المحليه بتاعتنا، اللي هو هنا في مظاهره اللي هم موجودين فيها، ولكن التلفزيون الخاص بيهم مش جايبها. هتقولوا ده في مصلحه مصر؟ هقول لك لا، مش في مصلحه مصر. طلع الراي والراي الاخر. بين للناس ان عندك حريه. انا مش مع قنوات المعارضه على فكره، ولكن انا بقول كلمه حق، كلمه تريح الشارع المصري. يا جماعه لو في مظاهرات قولوا في مظاهرات، في احداث. المظاهرات دي ما بتطلعش من فراغ، ويمكن انا هتكلم في اكتر من نقطه دلوقتي عشان كده قلت في اول فيديو يا ريت اللي بيسمعني يسمعني للاخر علشان ما يفهمش كلام غلط. أنا كل اللي يهمني حاسس بالشعب، حاسس بالمواطن اللي أنا زيه، فاللي بيمر بيه أنا كمان بمر بيه، واللي جنبي بيمر بيه، وكل الناس بتمر بيه. مش عايزين مصر ترجع لورا، مش عايزين مصر نشوفها في يوم من الأيام زي سوريا والعراق. طبعا ناس كتير هترد تقول لي ما اللي بيحصل دلوقتي فيها أسود من العراق وأسود من سوريا وأسود. الكلام ده انتوا بتسمعوه على السوشيال ميديا ولا انا بقوله من دماغي؟ اكيد ناس كتير منكم بتسمعه ولكن ما بتفكرش فيه. بقالنا سنين طويله والحاله الاقتصاديه تحت. مش هنكذب على نفسنا ولا نحط راسنا في الارض ونقول لا الحاله الاقتصاديه زي الفل، لا مفيش الكلام ده. واللي بيقول كده اقول له انت كذاب. هتقول لي زي الفيديو اللي كان طالع على السوشيال ميديا وست بتاكل من الشارع وبتاع، هقول لك ده حقيقي. ما انا ما اتعودتش ان انا اكذب. ما اتعودتش ان انا انافق نفسي وانافق اللي قدامي اللي بيسمعني. في ناس مش لاقيه تاكل؟ اه في ناس مش لاقيه تاكل. في ناس تعبانه؟ اه في ناس تعبانه. في ناس طهقانه؟ اه في ناس طهقانه. وفاضل لها شويه وتطلع من الهدوم اللي هي لابسها.
الكلام ده مش بتكلمه على الدولة، انا بتكلمه على الناس اللي ما عندهاش رحمة، اللي انا هتكلم عنها دلوقتي. المدار السنين اللي فاتت الناس متحملة، كلها بتقول كله عشان خاطر بلدنا، لان الناس عارفة ومتأكدة ان احنا مرينا بايام صعبة جدا، والدولة كانت هتقع، والحمد لله عندنا جيش قوي عرف يسندها. فالناس اتحملت سنة واتنين وتلاتة واربعة وقالت مش مشكلة نجوع، زي خطاب سمعته الرئيس الراحل الله يرحمه جمال عبد الناصر لما كان بيبيع في معونة بتيجي طبعا من امريكا كل سنة، فقال لهم لو احنا هنتذل عشان المعونة هناكل بدل ما ناكل ثلاث طاقات هناكل طاقتين، بدل ما نشرب كوبايتين شاي هنشرب كوباية شاي، كرامتنا هتبقى فوق. نفس الجملة اللي قالها جمال عبد الناصر ناس كتير رددتها، قالت احنا مستعدين نصوم، هناكل طاقة ونسيب طاقة، الفاكهة مش عايزينها غير مرة او مرتين في الاسبوع، بس مصر تفضل واقفة، مصر ما ترجعش لحالة تبقى في حالة خراب او فوضى. البلد يا جماعة اللي بتقع صدقوني ما عاد بتقوم تاني. قدامنا العينة، الدول اللي احنا شفناها اللي وقعت هتقول اي دولة وقعت ووقفت على رجليها وقالت انا قمت والحمد لله وما حصلش حاجة، مفيش. المهم مش عايز اطول عليكم بس واخلي الفيديو مدته قصيرة على قد ما اقدر. فترة الشغل اللي وقفت وحالة البلد اللي كان واقف، وده طبعا مش في مصر بس ولكن في دول كتيرة خصوصا بعد موضوع كورونا اللي قفل بيوت ناس كتيرة في مصر وبره مصر، عشان مش حد يقول لي انت بتتكلم في لا انا بتكلم على دول العالم كلها، ده فيروس ضيع العالم كله. ناس كتير تقول لي طب ما احنا عارفين الكلام اللي انت بتقوله، طب ايه الهدف يعني منه؟ هقول لك الهدف لما يطلع انسان ما عندوش رحمه، مش حاسس باللي قدامه، ودول عاداتهم بسيط جدا، موظف ما يساويش خمسة ابيض طالب يتحكم في شارع بالكامل. يا ترى ممكن الدولة تحاسب ده؟ يا ريت، زي ما بتحاسب الناس المرتشية وتحاسب الناس اللي بتخرج عن القانون تحاسب الموظف اللي بالشكل ده. الكلام ده انا مش جايبه من دماغي، ولكن اللي يدخل على السوشيال ميديا هيسمع صوت وصورة. الخبر لما يكون مكتوب يقول لك يا عم ده خبر مكتوب، ده خبر غير حقيقي، لكن لما بسمع صوت وصورة انا مش بكذب اللي قدامي. خلال الفترة اللي فاتت وبعد فيروس كورونا اللي بقى دلوقتي اكتر من سنة والناس ضغطة على نفسها مش هقول قد ايه، لكن الحاجة اللي بتأثر في الانسان نفسه احتياجاته في البيت مش قادر يقوم بيها. انا مش بتكلم احتياجات اكل، انا بتكلم احتياجات لو انت قاعد في الايجار، كهرباء، ميه، غاز. تتخيلوا ان واحد بعت لي ايصال بيقول لي وبيحلف ان انا في بيتي لمبتين وتلفزيون وثلاجه، والثلاجه ساعات بطفيها، ما هي ما فيهاش حاجه كتير فبطفيها، جاي له ايصال بكام؟ انا بس عشان ما ابقاش كداب انا بجيب اللي مكتوب في ايصاله. $363، واحد بيشغل لمبتين وتلفزيون وتلاجه جاي له 360، يعني دخل في 400 جنيه ده كهربا بس، عشان حد يفكر ان الايصال اللي بقوله ده كهربا وغاز وميه، انا بتكلم على كهربا بس. ايصال تاني طلع له بكام؟ ب 276 الشهرين ورا بعض. طبعا ناس كتير بتتكلم وبتقول ده احنا بيطلع لنا، ممكن الناس اللي بتسمعها دلوقتي تقول لي ده ايه ال 400 ولا ال 200 او ال 300 اللي انت بتتكلم عليهم، ده احنا بيطلع لنا ايصالات فوق ال 1000. انا بتكلم عن الناس البسيطه، انا مش دعوه بالناس اللي فوق اللي بيطلع ايصالات بالالافات، انا بتكلم على الفئه البسيطه. المواطن العادي اللي عنده الشغل واقف، اللي
اللي عنده ايجارات، اللي عنده التزامات، اللي عنده مصاريف بيت، اللي عنده اطفال، هيفضل يدفع كل شهر 300 400 جنيه كهربا بس. وطبعا الشغل مفيش، هيعمل ايه؟ يا اما يعمل الغلط، يا اما يسرق، يا اما يقتل، يا اما يعمل اي حاجه في دماغه. ما هو في ناس كتير ما بتفكرش في النقطه دي، اللي بيجوع ده هيعمل ايه؟ طيب هنفتح صفحه الحوادث اللي كنا بنشوف فيها 20 خبر، هنلاقيهم بقوا 50 من الحاله اللي بيوصل لها المجتمع سواء في مصر او خارج مصر. يبقى اللي بتعمله في شبكه الكهرباء ده حلال ولا حرام؟ لما اتكلمنا كتير مع الشبكه، مع الموظف اللي بيحصل، قال لي اصل الشريحه بتاعتكم عاليه. شريحه ايه اللي عاليه؟ وانت اصلا بتعاملني بشرايح ليه؟ ليه تعاملني بشريحه؟ على فكره ناس كتير من اللي طلعت على الفيس وقالت احنا لا لقانون الشرايح ده قانون مرفوض، هننفذه يعني بس لما يكون حاله الناس كويسه. مفيش ناس تصدقني، ما ناس هتعرضك ولا حد هيفتح بقه. لكن في الوقت الحالي، في الوقت اللي الناس تعبانه فيه، طب انا هنفذ قانون ده زي ده ازاي وانا شايف ظروف الناس؟ انت مش مفروض، ده سؤال انا بقوله لشبكه الكهرباء او لوزاره الكهرباء، انت مش معروف الكيلو المنزلي بكام والتجاري بكام؟ يعني المنزلي لو بنص جنيه والتجاري مثلا بجنيه، حاسبني بالكيلو. تعالى شوف عدادي، انا سحبت 50، سحبت 100 كيلو، حاسبني عليهم. بس ما تطلعنيش في شريحة 50 او 100، تروح حضرتك مطلعني في شريحة 200 وتقولي لا انت هتدفع اكتر عشان انت طلعت الشريحة الاكتر. وممكن يكون شبكة الكهرباء بتحط الشريحة كده من دماغها. بعض الموظفين بيعملوا، عارف كده، بيعملوا الحركة دي عشان يهيجوا الناس، ومفروض الحكومة تاخد بالها منهم أو تحط عينيها عليهم. اللي يحاول يغيظ أو يضايق الناس نحاسبه. ما هو أنت الناس كلهم مش ملايكة، والموظفين اللي أنت بتشوفهم كلهم مش ملايكة. زي بالظبط المنظر اللي كنت شفته في قانون إزالته اللي هتكلم عنه دلوقتي. ده يا جماعة موضوع الكهرباء، ارحموا الناس شوية، بلاش موضوع الشرايح أو الوقت مش وقته. أجلوه شوية، أجلوه لما البلد تقف على رجليها، لما يكون في شغل شغال، لكن ما تبقاش الناس قاعدة في بيوتها وديك حضرتك تطلع له يسار 400 500 جنيه. والغاز هيطلع نفس الطريقة، والمية نفس الطريقة. يبقى أنا هدفع كهرباء ولا غاز ولا مية ولا أكل اللي في البيت أو أدفع إيجار اللي في الشقة اللي أنا موجود فيها؟ خليك أنت، أنا مش هتكلم، خلي الناس، أي إنسان بيسمعني أو بيشاهد الفيديو يرد. طبعا التعليقات هتبقى موجوده داخل الفيديو، علق زي ما انت عايز، بس يا ريت يكون تعليق مهذب. مهما يكون متضايقين مخنوقين، ولكن عندنا لسان يطلع الكلمه الحلوه. اغضب بس ما تغلطش. تمام؟ ده يا جماعه موضوع الكهرباء والغاز والميه اللي الناس بدات مخنوقه بيه خلال الفتره اللي جايه. دخلنا بموضوع وقف التراخيص. ناس انا لا مع ولا ضد، بس القانون ما كانش مناسب دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، في وقت كورونا. قانون اول الحمد لله النهارده او امبارح اتلغى، وده المفروض كان يبقى من الاول، من فتره، من شهور فاتت. القانون طالع من 2000 ومن شهر 5، المفروض كان يتلغى بعدها بشهر. ومش عيب ان انا اطلع قرار واغلط فيه او استعجلت فيه واطلع الغين، بالعكس الناس بتحترم موقف زي ده. قانون وقف البنيان، وقف البنى، وقف البنى، وقف انا بتكلم على العماله طبعا، وقف المحاره، وقف البلاط، وقف الكهرباء، وقف السباكه، وقف النقاشه، وقف حاجات كتير جدا، 5 6 فئات وقفوا بسبب القانون ده. طب دول هيشتغلوا ازاي؟ اللي شغال على دراعه ده
هيشتغل ازاي؟ هينام في البيت. لما ينام في البيت هيصرف منين؟ هيدفع كهرباء منين؟ هيدفع غاز منين؟ اي موظف هيجيله هيتكلم معاه ويقول له هات فلوس، يبقى متهيأله هياكله قدام منه بسبب الحالة اللي هو فيها. ما هو معذور، حالته مفيش. انت عشان تيجي تقول لي هات فلوس وانا مفيش فلوس، هتشد معايا اللي فيه هطلعه فيك من الاخر. ما هعمل ايه؟ مش هتطول احنا في الموضوع ده، لان الموضوع ده القانون اتصلح والحمد لله اتلغى، ونتمنى الناس ترجع لشغلها والحاله الماديه تبقى شغاله بين الناس. القانون دي النقطه المهمه واللي عامله ضجه كبيره خلال الاسبوع اللي فاتت على موقع التواصل الاجتماعي. الفيديوهات اللي احنا بنشوفها واللي انا اتكلمت عنها في اول فيديو، وقلت الفيديوهات اللي بتطلعها قنوات المعارضه يا جماعه في مظاهرات ولا ما فيش؟ ويا ترى المظاهرات دي سببها ايه؟ لا موجوده، سببها قانون التصالح اللي الناس كتير بترفضه. طبعا الناس كتير بتقول لي انت ضد القانون، لا انا ضد، بس مش وقته، مش وقته دلوقتي، مش وقته واحنا في حاله البلد الركود اللي احنا فيها، الحال واقف. ما ينفعش ان انا اطلع قانون بهذا الشكل، احنا يهمنا مصر تبقى باريس. مفيش حد هيزعل، بالعكس ده احنا هنرقص في الشارع ومبسوطين. ده احنا بلدنا بقت نظيفه، بلدنا مفيش مخالفات، بلدنا مفيش قريه او مدينه او شارع اللي ما يكون نظيف. بس في الوقت الحالي ده لا، اقول لك اديني لقمه العيش الاول وبعد كده قول اللي انت عايزه. الناس اتخنقت وطلعت وعملت شوشار على السوشيال ميديا، حتى البيوت اللي احنا فيها بتهدوها. طلعت حكومة وقالت بالنص وجزء كبير من الكلام اللي هم بيقولوه مقنع، ان احنا عايزين نوصل خدمات زي المنطقة اللي هم كانوا بيتكلموا عنها دكتور مصطفى مدبولي. فين يا ربي؟ في الخصوص، منطقة في القاهرة. المنطقة بقت في يوم، في ساعة، زي ما احنا بنقول بالمثل البارد، في ساعة الزمن بقت مدينة، عماير وابراج. قال انا عشان اوصل صرف صحي، اوصل كهرباء، اوصل غير، اوصل ازاي؟ هو في الكلمه دي عنده حق. ما انا لو ما عنديش شارع كويس، ما عندي المباني مش مواصفات معينه، مش عارف اوصل خدماتي. معاه مش ضده، ولكن النقطه اللي اختلف عليها انك انت تهد البيت على اللي فيه، او مش على اللي فيه، انك انت تزيل البيت. ما هو صاحب البيت ده هيروح فين؟ لو احنا فاكرين في ايام العشوائيات كانت الحكومه عامله نقطه كويسه، نقلت الناس من منطقه العشوائيات لمساكن وسكنتهم، وبعد كده قامت بازاله العشوائيات. حتى اعترض؟ لا. حد قال الدوله بتعمل فينا؟ ما حصلش، بالعكس الناس كانت مبسوطه مليون في الميه، لانك انت جبت ليه المأوى قبل ما تهد سكنه، فبالتالي هو ملوش ان هو يتكلم. حتى لو جت قناة معارضة أو صحيفة معارضة هيتكلم بصفة إيه؟ أنا قبل ما أهد البيت المخالف أنا سكنته، جبت له سكن، فبالتالي ما كانش في حد هيتكلم. كنت بتمنى الحكومة تعمل نفس اللي عملته في العشوائيات تعمله في موضوع الإزالة. ده مخالف هيطبق عليه الإزالة فورا، يبقى ناخد صاحبه أو العيلة اللي موجودة وسكنها سكن ايواء، شقة زي العشوائيات. يبقى كده مفيش حد هيمسك عليا كلمة أو يمسك عليا غلطة. أنا سكنتك وبهد البيت لأن البيت اللي أنت بنيه ده مخالف. مع إن في بيوت كتيرة طالع لها كهرباء وطالع لها غاز وطالع لها مية. المفروض اللي بيدفع زي ما البني ادم اللي موجود في المكان ده هيدفع يدفع الثمن، المفروض اللي طلع له الحاجات دي كلها يدفع الثمن زيه. هم موظفين كله كان ماشي بالفلوس، عايز يدخل عداد ادفع فلوس حتى لو مخالف، عايز يدخل ميه ادفع فلوس حتى لو مخالف، وفي الاخر جت على راس مين؟ على راس اللي جوه في البيت او صاحب الشقه.
وفي موظفين ما عندهمش ضمير ولا دين. انا مش بتكلم على الكل، ولكن انا بتكلم على جزء بسيط منه، زي الفيديو اللي انا شفته في الاقصر، الست اللي انهارت وكان كل اللي حواليها كان بيصرخ يا جماعه الحقونا باسعاف، وطبعا الناس بتصوت وفكر ان هي ماتت، يعني بيشوفوا ايه ده بتاع، لو لسه في النفس يا جماعه الحقونا، الست عايشه فيها النفس، الحقونا باسعاف. الموقف كان صعب جدا، ولكن اللي يخنق في الفيديو كله، انا في كلمه مش راضي اقولها، ولكن البني ادم اللي انا اسف ان انا اقول عليه بني ادم، اللي كان واقف باللودر، اللي هو هد بيتها وهد البيت اللي جنبه، وبمنتهى البرود بيقول انا هديته غصب عني، انا لو قدامه او هو البني ادم ده قدامي كنت كلته. وفي حاجه اسمها انك انت تهد بيت غصب عنك، هو انت طالع على اللودر بعين واحده؟ ده حتى اللي طالع بعين واحده بيشوف. ساعات القانون بيتنفذ بس بطريقه مبالغ فيها، زي اللي عمله الموظف دلوقتي، قانون الازاله طالع، في ناس في تصالح يبقى انا ابعد عنه، هو يروح يدفع التصالح بتاعه وخلاص الموضوع انتهى. لكن انا واحد مخالف او طلع له ازاله، هديت بيته، بتهد بيت اللي جنبه ليه؟ ولا انت عايز تولعها؟ ما انت يبقى كده في دماغك في حاجه تانية، انت عايز تولعها. فمعلش ما تضايقوش مني من انفعالي والكلام ده كله، لكن انا صعبان عليا الناس دي، صعبان عليا الحال اللي احنا وصلنا له، انا مش عايز مصر يا جماعه ترجع لورا، مش عايز مصر يحصل فيها اللي حصل قبل كده في 2011 وبتروح ضحايا كتير، ونرجع لعدم الامان اللي هو اهم حاجه في الدوله. لا مع ولا ضد، ولكن اللي بقول كلمه حق، قانون الازاله ما كانش المفروض يتطبق دلوقتي، نستنوا بيه شويه. على الأقل موضوع كورونا، أزمة كورونا تعدي تخف، الناس حتى ترجع لشغلها، حالة البلد تكون ماشية. يا ريت النظر في القانون ده عشان الناس تهدى. إحنا يعني مش هتقول إن مش هقول كان المناظر اللي أنا بشوفها دي على موقع التواصل الاجتماعي حقيقي ولا لأ، قديمة ولا جديدة. أنا كل اللي يشغلني بلدي وشعبي وبس، عايز لي السلامة زي ما عايز لكل إنسان بيسمعني الأمان والسلام. ياريت نفكر في مصر ومصلحة الناس، ده أهم شيء. البني آدم، أنا عندي البني آدم أهم من برج أبنيه. ناس كتير من اللي بتسمعني أنا فاهم أنا بقصد إيه، عند الروح أهم من المبنى، يعني أحافظ على البني آدم اللي قدامي، أعيشه كويس، طيب مش هقول لك أعيشه في رفاهية، ولكن على الأقل لقمة عيشه تكون متوفرة. الموضوع الكهرباء والمية والغاز يا ريت الحكومة ترجع فيه، مش تلغيه ولكن تخفضه، يا جماعة الناس تعبانة ارحموها شوية. مش انا بس اللي بطلع وبتكلم يا جماعه بعصبيه، ناس كتير بتطلع، لان الناس اتخنقت، الناس فاضلها شويه وتطلع من الهدوم اللي هي لابسها. فالرحمه بينا شويه، احنا مش عايزين مصر توصل لزي ما بعض الناس عايزاها توصل. ربنا يحرس مصر ويحرس شعبها ويدي القياده، سواء القياده الكبيره او القياده الصغيره، الحكمه اللي هترجع بالصالح للشعب. بس يا ريت الموظفين اللي هم عايزين يسخنوا الشعب يتحاسبوا، يتحاسبوا ايا كان مكانه او ايا كان الموقع اللي هو فيه، لان بالفعل في ناس موظفين عايزه تخلي الناس تغلي على الفاضي والمليان. في النهايه بتمنى لكم السلامه، ويا ريت ما تضايقوش مني في انفعالي او ان انا طولت في الفيديو، ولكن النقطه مهمه وما كانش ينفع ان انا اطلع وما اتكلمش عنها. انتظرونا في فيديو تاني،
يا ريت ما تنسوش عمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس، مش عشان مشاهدة ولكن عشان يوصل لكل الناس. مش هتخسر حاجة لما انت بتشاهد الفيديو، اعمل له مشاركة على اي موقع التواصل الاجتماعي، المهم الرسالة توصل لدى اي واحد بيحب مصر. تمام، دلوقتي سيبكم في رعاية الله وانتظرونا في فيديو اخر.